بسم الله الرحمن الرحيم. أكيد أنه سعداء برجوعنا هنا لمدينة قسنطينة، خاصة بعد الأجواء اللي أجواء الشان اللي كانت نظن ناجحة 100%، وفخورين نحبها احنا كجزائريين أولا، وفخورين بما قامت به مدينة قسنطينة. غير مستغرب يعني من جمهورها ومن مواطني مدينة قسنطينة التي استقطبت في يعني من قبل العديد من المناسبات الكبرى هذه، فيعني نظن نجاح بنجاح الكل يعني صراحة، من مسؤولين إلى غاية المناصرين والمواطنين اللي ساعدوا في إنجاح هذه الدورة. فيما يخص التربص اللي قمنا به في مستغانم، كما يعلم الجميع أنه كنا ملزمين أنه نروح في تربص بطبيعة الحال لنقص المرافق بسبب الشان، لأنه كل تقريبا الفرق اللي كانت تشارك أخذت كل مرافق التدريب هنا في قسنطينة. فمن هذا الجانب نظن لقينا كل الظروف مهيئة هناك صراحة، من المرافق إلى المعدات إلى الراحة إلى الموان دي ريكوبيراسيون، يعني لقينا كل شيء متوفر صراحة. إدارتنا وفرت كل شيء لإنجاح هذا التربص، وزيادة على ذلك أنه قدرنا نلعب 4 وديات يعني صراحة باش نرجع في المنافسة، لأنه صح أنت راك تحضر في تقوم بتحضير، لكن بدون وديات كان يكون صعب علينا، لازم كنا نلقاو وديات. الحمد لله أنا قدرنا نلقى 4 وديات، فمن هذا الباب نقدر نقول التربص جد ناجح، يعني خرجنا بدون إصابات. العديد من النقاط الإيجابية في هذا التربص. على أبواب نهاية الميركاتو الشتوي، شنو قسمتنا معاقب على الاستقلالات، نقدروا نقولوا باللي الفريق راح يكمل بنفس التعداد من نهاية الموسم. تكلمنا في هذا الامر، احنا قلنا نتمنى انه الفريق يتخلص من هذا المشكل تاع منع الاستقدامات بسبب قضيه اليعقوبي، الكل يعرفها، ممكن هناك فيها تحقيق حسب ما سمعت بهذا فيما يخص هذا الموضوع، ولكن احنا كفريق وش نقول لك، احنا قلنا تمنينا انه نستخدم لاعب او لاعبين يقدروا يساعدوا الفريق، ولكن اليوم رانا في حتمية أنه نواصل بنفس المجموعة اللي نظن قدمت مشوار لا بأس به، فما كناش حابين نغيروا كثير، لأنه الفريق صراحة المجموعة متواجدة عندها طموح، يجب رفع التحدي في كل الظروف. احنا ظروفنا اليوم صعبة، تنتظرنا مرحلة العودة راح تكون صعبة وقوية جدا بالنسبة لكل الفريق، فنحاول أن نكون في المستوى بهذه المجموعة اللي انطلقنا بها. والله نحاول نكمل البرنامج التنافسي، اليوم راح ندخل في برنامج التنافسي تاع البطوله، اكيد ما عندناش تاريخ معين لبدايه مرحله العوده، نتمنى في اليومين هذو على الاقل تكون عندنا تواريخ باش ننظموا احنا ونطبقوا البرنامج اللي راهو في يعني باش نكملوا برنامج التربص اللي قمنا به. تبقى حتمية نشوف مباراة ودية قبل نهاية هذا الأسبوع، لازم تكون مباراة ودية إن شاء الله قبل نهاية هذا الأسبوع. راح تكون مباراة ودية يوم الجمعة بإذن الله. بإذن الله لازم يوم الجمعة على الأقل باش نطيحوا في الميكروسيكل كومبيتيتيف تاعنا اللي راح يبدا على ما أظن، تبدا البطولة يوم 8 9 10 ما على باليش، ولكن نظن في التواريخ هذو تبدا، على الأقل تكون عندنا مباراة ودية وقوية مع فريق قوي إن شاء الله. كلمة الأنصار راهم جد متحمسين فيها بسبب العقوبة اللي تعرضت لها شركة قسنطينة. والله شوف الانصار تذكر مليح احسن مني، كانوا متخوفين في بدايه الموسم، كان خوف كبير من المناصرين، قلق كبير بشؤون النادي وسيروره النادي، والحمد لله قدرنا نرفع التحدي بهم، يعني احنا دائما ما نفصلوش على المناصرين تاعنا وعلى محبي الفريق، فنفس الشيء اليد في اليد ان شاء الله والقدام، مهما كانت الصعوبات مهما كانت المشاكل اللي راهو يتخبط فيها الفريق، نحاول انه مع بعض مع المناصرين تاعنا اللي ساندونا وكان لهم الفضل انه الفريق قدم هذا المشوار، ان شاء الله نعاودوا نكررها، لماذا لا؟ يعني اذا كانت في الاتحاد قوه ان شاء الله نكون مع شباب قسنطينه ومع انصارنا ان شاء الله في مرحله العوده اقوى بحول الله. ديجا السلام عليكم. لو ستاج جو بونس كان بينيفيك لينا، قدرنا نخدموا بور بريباري لا فاز روتور. فات دون بون كونديسيون الحمد لله، ما كاش لي بليسي تو
تو لو جروب اي كومبلي حاجه تفرح قبل ما تبدا الشامبيونه باش نبداو لا فاز روتور ان شاء الله اون فورس. انت من ركائز الفريق شنو قصد المعاقبه والاستقلال واش تقدر دونك لي ريزولطا اللي درناهم في لافازا اللي درناهم بالجروب اللي كاين دوكا دونك بوتيتر صورتي حاجه مليحه لو كان تكون اضافه ولا مي جو بونس ما كاش بروبليم ولا باسكو ليكيب هي سي ليكيب هذيك اللي دارت دو بون ريزولطا في لافازا لي دونك جو فوا با بوركوا با في الروتور نعاودوا لي ميم ريزولطا ان شاء الله جو بونس با كو سا سرا ان هانديكاب بور ليكيب. كما العادة توجور واقفين دارير ليكيب يزون كوراج ليكيب ان شاء الله يكملوا هكذا حتى لافان سيزون ان شاء الله اوبو ان شاء الله يفرحوا ان شاء الله لافان بون الحمد لله يا ربي كيما تشوف سينا في اجواء رائعه وين درنا ستاج في مصغانا وخدمنا هنا بوندون دي جور زدنا رحنا لمصغانا وخدمنا الحمد لله يا ربي تربص نظن باللي ناجح 100% لي جوار تعبوا خدموا مدوا افون في التمارين باش ان شاء الله في لافاز روتون ان شاء الله نكونوا بيان ان شاء الله. شباب قسنطينة ممنوع من الاستقدام في الفترة الشتوية هذه بسبب عقوبة تاع اليعقوبي، أنت كقائد الفريق واش تقدر تقولنا في النقطة هذه؟ لا نظن باللي حكاية اليعقوبي هذه ما تخصش اللاعبين، احنا نخدموا عندنا لي جوار تاعنا مديرين كونفيونس عندنا المدرب ندير كونفيونس في جميع اللاعبين. ان شاء الله نمدوا صوره مليحه ان شاء الله في الروتور ان شاء الله نشرفوا الالوان تاعنا وان شاء الله نكونوا في المراتب الاولى ان شاء الله. في الاخير كلمه الانصار اللي راهم يستناو منكم تجيبوا لهم حاجه نستناو. والله الانصار كيما قلت يستناو فينا باش نحقوا لهم حاجه الموسم هذا. كيما كي تجي للستاد وتلقى الستاد معمر تمد قاعد تشوف واش عندك. ان شاء الله يا ربي نطلب منهم يعاونونا سورتو هنا في استادنا وان شاء الله في الروتور ان شاء الله نمدوا لهم حاجه مليحه ان شاء الله.